ولسه مكملين معاكم في برنامج أحوال الناس، ومعنا ومعكم مهندس ممدوح بدوي، مدير إدارة هندسية وعضو جمعية المهندسين المصريين وعضو الجمعية العمومية لنقابة المهندسين. أهلا وسهلا بيك يا دكتور، وشرف كبير عظيم لتشريفك معانا في برنامج أحوال الناس. أهلا بحضرتك يا فندم، ده شرف لي أنا، وبتشكر جدا لبرنامج أحوال الناس إن هو بيهتم بأحوال المهندسين. تحت أمرك يا فندم، وبرنامج أحوال الناس بيهتم بكل شخص وكل مجتمع في مصرنا الحبيب. أنا بالفعل سمعت عنها وأنا طالب في جامعة المنصورة، هندسة المنصورة، سمعت إن في جمعية اسمها جمعية المهندسين المصريين، بس بدأ نشاطي يكون موجود من سنة 2012 كده، بدأت إن أنا أبقى متواجد في الجمعية، لو في مؤتمرات وفي ندوات بتعملها الجمعية بقيت اهتم وان انا احضرها. ومن خلال حضوري في الجمعية اتعرفت على الدكتور فاروق الحكيم اللي الوهلة الاولى حضرتك شفتيه طبعا، للوهلة الاولى تقعدي معاه تحس ان هو فعلا وارد لكل حد يعني، وبالفعل انا كنت حاسه وانا بطاقة ايجابية، وانا من ساعة دخلت هنا عم بقول طاقة ايجابية ما شاء الله عليه يعني، فبالفعل انا حاسس ان هو والدي. وكمان لما انا الاحساس ده كمان كلمت مع ناس زمايلي لقيت فعلا ده مش والدي بس، ده هو والد لمعظم المهندسين الكهربائيين في مصر. فبعد كده بعد ما تعرفت على الجمعيه بدا يبقى ليا نشاط، فبدات سنه 2016 ان انا ابقى عضو فعال في الجمعيه، ان انا اشترك في الجمعيه، وبدات اعرف الجمعيه نشاطها ايه على اساس ان انا اشترك في نشاطها. فلقيت الجمعيه بتدي دورات جميله في الكود المصري وفي البي ام بي وفي حاجات كتيره جدا يعني هي الجمعيه ابتدت من 2016 يا فندم، ولا حضرتك اشتركت كعضو، لكن من قبل ذلك يا فندم هي الجمعيه بالفعل كانت مبتدئه من زمان، لكن المهندس ممدوح بدوي هو اللي اشترك فيها سنه 2016. تمام، بالفعل اتفقنا. بعد كده اشتركت في دورة اسمها دورة الكود المصري. انا في الاساس خالص عامل دبلومة نظم القوى الكهربية في الكود، وكان مشروع الدبلومة عندي تطبيق الكود المصري على المنشآت الصناعية. تمام، فده كنت عامل فيها دبلومه يعني، عامل فيها دراسات اكاديميه. وعلى الرغم من كده انا ما اكتفيتش بالدراسه الاكاديميه ديت، حبيت اوثق كمان بالتدريب، لان لما جيت اخذت دوره الكود اكتشفت كمان ان الناس اللي مشتركه في دوره الكود دول ناس من اللي بيشاركوا في كتابه الكود، فكان طبعا ده بيديني ثقه كبير جدا ان انا فعلا يبقى عندي معلومات قيمه في التصميم وفي التوزيع الكهرباء واعمال الكهرباء وكده. من وقتها فضلت مستمر في الاشتراك بالجمعية. كنت عايز أسأل حضرتك نشاط الجمعية أو إيه نشاطك في الجمعية بالضبط يا فندم؟ فالجمعية بتدي دورات في البي ام بي كمان، وزي ما قلت لحضرتك دورة البي ام بي ديت اللي هي إدارة المشروعات الاحترافية. البي ام بي دي دورة مش للمهندسين بس، ده أنا كنت متخيل إن هي القسم مدني بس، إحنا حتى في الهندسة فاكرين حضرتك إحنا بنتكلم بس عن المهندسين بس يا فندم، إدارة المهندسين بس، ولا البي ام بي برضو بتنفع حضرتك للعام عامة؟ البي ام بي دي حضرتك إدارة المشروعات الاحترافية بشكل عام، يعني حضرتك في البرنامج بتاع حضرتك، البرنامج بتاع حضرتك عبارة عن مجموعة مشاريع، عشان كده اسمه برنامج. تمام، فالبي ام بي ازاي بدير المشروع بشكل احترافي. طيب انا بدير المشروع بشكل لو اي حد حابب يعمل مشروع او يدير مشروع بيجي ده ياخد دورة بي ام بي بالظبط كده يا فندم، لازم يكون عنده دورة البي ام بي دي، ومش مرتبطة باي تخصص، لان اي حد عايز يبقى ناجح لازم يدرس البي ام بي ده. ازاي هيتم التواصل مع حضرتك لو في شباب دلوقتي بتتابعنا على عبر التلفزيون، ازاي وحابين هم يعملوا مشاريع، ازاي يجتازوا دورة بي ام بي؟ اولا بيتصلوا بالجمعية، لان الجمعية بتدي دورات بي ام بي يعني قيمة، واخد بال حضرتك. خلينا بس نقول البي ام بي عبارة عن ايه. تمام، البي ام بي زي ما انا قلت لحضرتك اللي هي الإدارة الاحترافية، انا بتكلم في البي ام بي على ثلاث حاجات. البداية، اي مشروع في الدنيا في انيشيال وفي تخطيط وفي تنفيذ وفي متابعة وكنترول، واخد بال حضرتك، وفي اغلاق. اي حاجة بيطبق فيها الثلاث حاجات دولت تكون ناجحة هي ده المشروع. اي مشروع في الدنيا بيطبق الحاجات ديت بنسميه مشروع. الخمس نقط دول اللي احنا بنتكلم فيهم. وبالتالي عندي حضرتك التخطيط ده من الحاجات المهمه جدا، يعني احنا اي مشروع بنعمله لازم يكون فيه احنا مخططين له. لما باجي اعمل البرنامج لازم بقعد اكتب 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 اشوف تخطيط ودراسه
دراسة كاملة للمشروع. تمام يا فندم. فبقعد اكتب كل اللي انا عايز اعمله عشان خاطر التخطيط ده، اعمل التايم سكيدول، اعمل الانظمة الموجودة، اشوف دراسة الكواليتي، اشوف الار ان دي، واخد بال حضرتك اللي هي الريسيرش ديفلوبمنت، اشوف الريسك الموجوده في اي ايه في اي مشروع. ترجع تاني لتالت نقطه حضرتك اتكلمت فيها، الكواليتي، الجوده. سياده الرئيس اتكلم عن الجوده. سياده الرئيس لما اتكلم قال مش 99%، هو مش عايز 99% خالص، هو بالفعل عايز 100% الجوده مظبوطه في جمهوريه مصر العربيه. ودي النقطة الثالثة اللي حضرتك اتكلمت فيها يا فندم، حضرتك كمل. تمام يا فندم. احنا الجودة عشان نطبقها فعلا بالفعل، الجودة دي من الحاجات المهمة جدا. انا عندي بيرفورمانس كوست، واخد بال حضرتك، وعندي ان بيرفورمانس كوست، التكلفة، تكلفة مواصفة، تمام، في الجودة اللي هي التدريب. انا الوقت عشان اعمل منتج جيد، فالمنتج ده مطابق للمواصفة ولا مش مطابق؟ لو انا قدرت ان انا عشان اوصل للمنتج ده ان هو يكون مطابق، يبقى لازم اطبق التدريب، لازم اعمل منع للاخطاء اللي ممكن تحصل في اي منتج انا بعمله. ده بيجتاز عن طريق الدوره اللي بيجتازها. احنا في الدوره ديت بنعرف او بتدربه ازاي يدير مشروع صح من A to Z. تمام يا فندم. بيتعرفوا إدارة المشروعات وازاي ان هو يقدر يدير مشروع ويقدر يوصل بنتائج المشروع لحاجات افضل. يعني اي مشروع يا فندم، ولا بتختص بمشاريع معينة للمهندسين الكهربائيين، ولا المهندس معين، ولا لفئة معينة من البلد، ولا مين؟ ارجع اقول لحضرتك تاني يا فندم، لا مش للمهندسين بس، حضرتك لجميع، اي حد عايز يعمل اي مشروع لازم يكون بيجتاز الدورة ديت عشان يقدر يعمل حاجة ناجحة. احنا حاليا بنتكلم على جموع الشعب المصري، مش فئة المهندسين، عشان الموضوع يوصل مظبوط لشباب مصر او لاي حد عامة، ست او راجل يحبين يعملوا مشروع. وكل حاجة في حياتنا بتسمى مشروع. تمام. ما حضرتك بالظبط. تمام يا فندم. كل حاجه فعلا في حياتنا تعتبر مشروع، لانها طبعا بتبدا وبيتم تخطيط ليها وبيتم تنفيذها وبيتم متابعتها وبيتم اغلاقها، زي ما احنا قلنا دي الخمس خطوات اللي هم ايه بيتبنى عليهم اي مشروع. طالما بتمر بهذه الخطوات يبقى ده مش حياتنا مشروع. اي مشروع الواحد بيدخل فيه بيبقى عباره عن مشروع. أكيد. تمام. عايزينك توجه لنا رساله لجمهور المهندسين يا فندم. المهندسين الشباب طبعا انا يعني بعتبرهم زي اولادي، زي عشان احزو حزو قدوتي الدكتور فاروق، واخد بال حضرتك. فعايز اقول له، عايز اقول لكل طالب هندسه او لكل خريج هندسه، وما اوتيت من العلم الا قليل، وما اوتيتم من العلم الا قليل. فدايما لازم تشتغل على نفسك، لازم الجوده اساسها ان احنا اهم كوست في الجوده هو التدريب. فلازم تتدرب، لازم تعمل جواك اداره اسمها الار ان دي اللي هي ريسيرش اند ديفلوبمنت، لازم تعمل اداره داخلك انك ازاي تطور من نفسك، واخد بال حضرتك. فكل ديت حاجات بتتطبق من خلال البي ام بي. فالحاجات دي لو حضرتك بتعملها وبتعمل دورات وما تكتفيش، يعني انا على الرغم ان سني يعني تجاوز مرحله كبيره، فلازلت بتعلم، وما اوتيت من العلم الا قليل. هرجع تاني شويه يا فندم، شويه صغيرين من اللي حضرتك اتكلمت فيهم، وحابين نعرف نقطه حضرتك اتكلمت فيها عن الاي ار دي. الار ان دي اللي هي الريسيرش اند ديفلوبمنت، دي حضرتك اداره البحث والتطوير. تمام. ان انا لما يكون المصانع الكبيره في مصر مفروض يبقى فيها الادارات دي، بيبقى فيها، وفعلا بالفعل هي موجوده في معظم المصانع الموجوده عندنا، ان في اداره بنسميها اداره البحث والتطوير، اللي هي البحث العلمي بالبلدي كده يعني، اللي هي الاداره اللي بتقوم بعمليه دايما الافكار الجديده وتنفذها، وازاي تنفذها، وكل فكره جديده تعمل عليها مشروع لغايه ما المشروع ده ينجح يبدا يبقى اوبريشن. الفرق بين المشروع والتشغيل ان المشروع ده حاجه فريده لها بداية ولها نهاية، إنما التشغيل بقى أنا بعمل منتج، المنتج ده بقى خلاص عايز أكرره، بعمل إيتريشن ليه، ده اسمه أوبريشن بقى. تمام. فهو ده الفرق بينهم. نرجع بقى حابين
نرجع تاني معلش للنشاط في الجمعية. أنا طبعا بعد إذن الدكتور فاروق إن شاء الله يعني لأني سافرت ألمانيا وخدت دورات في البي ال سي اللي هو الاس 700 و300، وده مجال مهم جدا للمهندسين الكهربائيين في مصر. فعشان كده أنا يعني يشرفني وقدمت خطة تدريب للدكتور فاروق إن أنا إن شاء الله أدرب أقوم بتدريب في البي ال سي. وبالفعل فعلا إن شاء الله في دورات مجانية كمان هقوم بيها على الزوم إن شاء الله قريب، وهعلن عليها إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. قول لنا آخر دقيقة يا فندم، حابب توجه كلمة لخريج هندسة. حضرتك وجهت كلمة لخريج هندسة عموميا، حابب نوجه كلمة لهندسة كهرباء بالأخص. لهندسة كهرباء بالأخص زي ما بقول احنا عايزين، عندنا 56 تخصص هندسي، فتخصصات الهندسة الكهرباء كمان لها نصيب كبير من التخصصات دي، وعايز ان هو يهتم بالتخصصات الجديدة. وعايز كمان اوجه رسالة كمان للنقابة بشكل عام، يعني ان في اقسام جديده في المجال الهندسي مش واخده حقها، زي قسم الالكتروميكانيكال. الالكتروميكانيكال ده قسم جميل جدا، وبيعتمد على ان انا اعمل اننا الشغل الكهرباء والميكانيكا، لان انت عارفه حضرتك ان اي معده بتدار بالقوة بالطاقة الكهربية، فبالتالي لازم بين الطاقة الكهربية وإدارة المعدة، واخد بال حضرتك ده دور المهندس الإلكتروميكانيكال. فمهندس الإلكتروميكانيكال من الأقسام الجميلة جدا، إن أنا عايز أشجع الشباب إن هي تدرس فيها وتشتغل فيها، تمام. وعايز كمان أعرفهم يعني إيه إلكتروميكانيكال، يعني تكييف الهواء مثلا، أنا بتحكم في وحدات مناولة هواء اللي هو الHVAC سيستم، بيبقى فيه عندي كنترول كهربي. فكل الأنظمة ديت مع الشلرات مع كل الأنظمة ديت تحت مدرج الإلكتروميكانيكال. وده بالفعل قسم مهم جدا، والصناعة المصرية محتاجاه. الصناعة المصرية فعلا محتاجة قسم الإلكتروميكانيكال ده. احنا عشان نزق الصناعة المصرية وعشان خاطر يبقى فيه صناعة فعلا ذاتها زي ما احنا قلنا كواليتي عالية، لازم قسم الإلكتروميكانيكال ده يكون ليه دور الفعالية. مهندم شكرا لحضرتك. مهندس ممدوح بدوي، واللي حابب يجتاز دورة بي ام بي اللي دكتور ممدوح بدوي اتكلم عنها، يتفضل يتصل على البرنامج، ارقامنا على الشاشة. شكرا لحضراتكم.